وفي الفقرة التعليم يكون معنا دكتور إسماعيل محمد طاهر، محاضر جامعي، وموضوعنا كيفية الاستفادة من البحوث العلمية، أن إحنا نستفيد منها كيف. أحلى بك للمرة الثانية دكتور. أسعد الله صباحكم، شكرا على الاستضافة، شكرا جابر، شكرا فتحية. الله يبارك فيك. دكتور، كيف نستطيع أن نستفيد يعني من البحوث العلمية؟ البحوث العلمية طبعا هي واحدة من أساليب الكتابة، وواحدة أيضا من أساليب التخطيط، وواحدة أيضا من أساليب صناعة القرار أو تصويب صناعة القرار في أي مكان في العالم، وهي دائما تكون الاستفادة منها مرتبطة بالغرض الذي تقدمه هذه البحوث. طبعا البحوث العلمية هناك بحوث لأغراض أكاديمية، هناك بحوث لأغراض استثمارية، في بحوث اقتصادية، في بحوث مثلا لاستشراف مستقبلي، فبالتالي أنواع البحوث تختلف من بحث إلى بحث. لكن إذا حصرنا المسألة في إطار التعليم وحصرناها في إطار الطلاب، فنستطيع أن نقول أن أولا على الطلاب تقصي بعض الأمور، أو مثلا وضع اعتبار لبعض الأمور من أجل الاستفادة، تحقيق الاستفادة القصوى من هذه البحوث. هذه البحوث أولا على الطلاب الجامعيين أن يحددوا الغرض الأساسي من نوع الاستفادة، لماذا تريد أن تكتب هذا البحث، لماذا تريد أن تكتب هذا البحث. لابد أن يكون لديك إجابة واضحة لهذا السؤال، بناء على هذا سوف تستفيد من هذه البحوث. أولا كثرة الاطلاع على البحوث أو كثرة تناول البحوث حتى قبل أن يكون هناك غرض، تفتح آفاق الطالب، تفتح آفاق الباحث، تفتح آفاق صانع القرار أو الإنسان المستثمر أو الإنسان الذي يريد أن يصل إلى حقيقة ما. لذلك من الصعب جدا أن نحصر البحث العلمي في مسألة الطلاب فقط، لكن عندما نقول كبداية استفادة لابد من كثرة الاطلاع على البحوث العلمية. لماذا؟ لأن البحث العلمي هو عبارة عن عملية متكاملة ومدروسة بصورة جيدة، ولديها خطوات تتناول المنهجية، تتناول أهداف واضحة، تتناول غايات واضحة، تتناول مثلا نتائج واضحة، ثم بعد ذلك تقدم مقترحات أو توصيات من أجل تصويب الحياة العامة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي أو حتى السياسي. الشيء الآخر دكتور، ممكن نشوف التقرير ونرجع؟ طوالي نشوف التقرير ونرجع. إن عملية التعليم هي طريقة لبناء أمم وأجيال وإدخال أفكار جديدة تنير العالم من حولنا، والبحوث العلمية هي نتاج لمجهود مادي ومعنوي يتخطى سنين، وذلك من أجل حل مشكلات يضعها الباحث كافتراضات يسعى إلى إيجاد حلول لها عبر مناهج البحث العلمي المتبعة. وهذه البحوث التي أمامنا إن أردنا الاستفادة منها وتوظيفها في المجالات التي تخدم خطط التنمية، علينا أن نولي اهتماما واضحا وكبيرا للبحث العلمي لكي يستجيب لمتطلبات النمو والتقدم والمعرفة. الرسالة اللي نوجهها للدولة، يعني الآن إذا الدولة أو الوزارة وجهت الدولة التوجيه الصحيح وجاءت إلى المكتبات العلمية أو مكتبات البحوث ونظرت تجد كم هائل من البحوث الموجودة، سواء كان في الماستر أو في الليسانس أو الماستر أو في الماجستير أو في الدكتوراه، يعني في كتب ما شاء الله كثيرة، وأي كتاب أو أي بحث يعني إنسان بحث وانتهى من البحث تجد هناك يعني تجد توصيات وتجد كثير يعني البحث يعني خلاصة البحث، وهناك توجهات للباحث، يعني يقول هناك توجه لكذا، نطلب من الدولة كذا كذا، في متطلبات وفي توصيات وفي توجهات للكتب. مستوى الدولة تأتي إلى هذه الكتب وتشوف يعني ما هي العناوين المهمة أو ما هي الأشياء المهمة التي تطور الدولة. طبعا البحث يعني كل بحث له خلاصة وله توصيات وله أشياء نتائج، هذه النتائج تخدم الدولة وتخدم الوزارات وتخدم الطالب وتخدم المجتمع ككل، وبالتالي على الدولة أن تأتي تشوف هذه الخلاصة والنتائج، هل تستفيد لهذه النتائج تجد الكتاب جاهز. يعني إن أغلب الدول المتقدمة كانت تهتم بالبحوث لأنها باتت مدخلا رئيسيا في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد، وعلى الدولة التوجه نحو تمويل البحوث المتخصصة في المجالات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بخطط التنمية. بعد ما تابعنا التقرير تقدر تكمل دكتور إسماعيل. طبعا كما ورد في التقرير البحث العلمي هي مسألة ضرورية جدا، وبعد ما تكلمنا عن مدى يعني أهمية استزادة الطلاب
أول باحثين بشكل عام من الاطلاع على البحوث، ثم نأتي بعد ذلك إلى مرحلة أخرى وهي مهمة جدا في الاستفادة من البحوث العلمية، وهي مسألة أنه كل بحث علمي دقيق وحقيقي وموجه بصورة جيدة يحمل ما يحمل بالدراسات السابقة. هذه أيضا مسألة مهمة توجد داخل البحوث العلمية وتفتح آفاق الطالب، وبالتالي الطلاب والباحثين عليهم أن يطلعوا على مسألة الدراسات السابقة في كل مجال. ثالثا، الشيء الآخر والمهم جدا والمفيد والذي يستطيع أن يستفيد منه الطالب في نفس الوقت، أن هذا البحث العلمي دائما يعمل على فتح الآفاق، على معرفة الأشياء التي تبحث عنها، على معرفة الحقائق، على معرفة تطور الأشياء، نشأة الأشياء، ظهورها، انتكاسها، ازدهارها، كل هذه الأشياء تعرفها من خلال البحث العلمي. فبالتالي كل ما اطلعت على الأبحاث العلمية كل ما تفتح أفقك وعرفت وأصبحت ذو دراية عن الأشياء التي تبحث عنها. فبالتالي من الأشياء المفيدة في البحث العلمي أنك تحصل على هذه المادة وتستفيد منها. كيف تستفيد منها؟ في أنك تحصل على شيئين. الشيء الأول كثرة الاطلاع على الدراسات السابقة كما كنا، يفتح الأفق، ولكن يعلمك أيضا الحيادية في البحث العلمي، خاصة في الجوانب الإنسانية، خاصة في الجوانب الإنسانية. يعني كلما اطلعت كثير وقرأت كثير وعرفت كثير وبحثت أكثر، سوف تكون قادر على أنك تكون إنسان محايد في المعرفة وإيصال المعرفة وتجريد الحقيقة العلمية، سواء كانت بشرية أو طبيعية أو تقنية مثلا تكنولوجيا. فبالتالي هذه مسألة مهمة ويستفيد منها الطلاب. شيء آخر، وأنه البحث العلمي عندما تتناوله أيضا تستفيد منه في مسألة أنك كل ما تبحرت في مسألة البحث العلمي من حيث الاطلاع على البحوث القديمة أو البحوث الجارية، كل ما عرفت مسألة التعمق في الأشياء، يعني أنت تتفتح لك الأبعاد التي تبحث عنها. بعض الناس يبحثون عن شيء معين، لكن هذا البحث يفتح له آفاق كثيرة وواسعة. لذلك دائما في البحوث العلمية نجد علاقة الموضوع بالمواضيع الأخرى. نعم، علاقة الموضوع بالمواضيع الأخرى، وهذه مسألة مهمة جدا ولا يستطيع الطالب أن يتحصل عليها، وحتى أي باحث، يعني ما بالضرورة أن يكون الباحث طالبا، يتحصل عليها من غير الاطلاع على البحوث ومن غير التجرد ومن غير الحيادية في العمل الأكاديمي. ثم بعد ذلك من الأشياء المهمة التي يستفيد منها الطلاب في البحوث العلمية هي مسألة التعرف على أساليب صياغة هذه البحوث. طبعا المدارس تختلف، هناك مدارس الآن الناس الموجودين في الغرب قطعوا أشواط كبيرة جدا في الولايات المتحدة، في كندا، في أوروبا، وأيضا آسيا قطعت أشواط كبيرة جدا في البحث العلمي، خاصة عندما يكون الحديث حول مثلا دول مثل الهند وتايلاند وماليزيا. فمن المفروض أن نتعرف على هذه الآليات، لأن البحث العلمي هو عبارة عن مدارس. الطالب أحيانا لا يستطيع أن يحصل على هذه المدارس المختلفة من في خلال قاعات الدراسة، ولكن يستطيع أن يحصل عليها من كثرة الاطلاع على البحوث العلمية. والآن عندنا الآن ما شاء الله يعني في البلد في مراكز أبحاث كثيرة تابعة لجامعات، تابعة لمعاهد، تابعة لوزارات، ومفتوحة يعني بصورة كبيرة جدا. وأضف إلى ذلك أنه لدينا الآن توجه لإصدار البحوث العلمية المحكمة على شكل مجلات، فبالتالي كثرة الاطلاع على هذا سوف يعطيك مساحة في أنك تعرف كيف هي الأساليب الجديدة في البحث العلمي. أضف إلى ذلك أنه كل ما كان الطالب لصيقا بالأبحاث العلمية كل ما كان هذا الطالب قادرا على العطاء في جانب الأبحاث العلمية. أخيرا ممكن نستطيع أن نتحدث عن مسألة أنه البحث العلمي دائما نحن نقوم به لغرض معين، هذا الغرض لابد أن يكون لديه نتائج، هذه النتائج لابد أن تعطينا إما مقترحات وإما توصيات وإما الاثنين معا. فبالتالي البحث عندما يتناوله الطالب أو الباحث يفتح له الأفق ويعطيه القدرة مع الممارسة مع طول الزمن، يعطيه القدرة في أنه يضع لنا مقترحات جيدة معقوبة قابلة للتنفيذ، في نفس الوقت يعطينا توصيات توجيهية تصحيحية تعديلية أو مثلا مراجعية أحيانا في بعض الأمور التي يقوم بها بعض الجهات مثلا. فبالتالي هذا البحث كل ما كان محكم، كل ما كان الشخص الباحث أو الطالب الباحث الذي يقوم به مطلع، مسابر، صابر، متجرد، حيادي،
لديه غرض معين وهدف معين يستطيع أن يعطينا في النهاية نتائج جيدة وتوصيات جيدة مقترحات جيدة تستطيع الجهات الرسمية أن تبني عليها اتخاذ القرار الصائب. دكتور، يعني إذا كان نحن تكلمنا عن البحوث العلمية وتكلمنا عن استفادتها، يعني هل هي تسهم في بناء المجتمعات مثلا؟ بالتأكيد تسهم في بناء المجتمعات، وكل المجتمعات السليمة الآن على مستوى العالم هي يعني وصلت إلى ما هي عليه الآن عبر الأبحاث العلمية. يعني في بعض الدول الآن تعطي ميزانية الأبحاث العلمية فيها أكبر من ميزانية الجيوش أو ميزانية مثلا الترفيه مثلا. لماذا؟ لأنه البحث العلمي هو الذي يضع لك برنامج تنموي مخطط بصورة جيدة طويلة المدى، ويستطيع أن يتعامل مع كل التغيرات البيئية، التغيرات المجتمعية، التغيرات الفكرية، التغيرات السياسية، التغيرات الاقتصادية التي تحصل في المجتمعات. فبالتالي البحث العلمي شرط أساسي لتطور هذه المجتمعات، شرط أساسي. طيب أستاذ، في بعض من الطلاب عندهم تكاسل من ناحية إنهم هم يكتبوا أو يبحثوا، يعني ما بعرف الأسباب الرئيسية شنو. واحد تلقاه هو عنده بحث في موضوع معين، بدل ما يتعمق ويمشي يبحث ويبذل جهد تلقاه يمشي يدي أي شخص مثلا يكتب ليه وخلاص، ويكون غير داري، يعني ما عنده دراية كافية. طبعا هذه ظاهرة عالمية موجودة في كل دول العالم تقريبا. الطلاب ليست ظاهرة حكرة علينا نحن فقط، في كل مكان في العالم. الآن في الولايات المتحدة الأمريكية في قوانين تجرم هذه السلوكيات، عندما تذهب إلى بعض الدول مثل اليابان أيضا في قوانين تجرب هذه المسألة. طبعا لديها بعد نفسي وبعد، يعني مثلا نستطيع أن نسميه بعد الإداري أو مراقب للأشياء. هذه الأبحاث كل ما كان الإشراف عليها بصورة دقيقة، كل ما كان هؤلاء الطلاب مجبورين على أنهم يعملوا بصورة صحيحة. كل ما كان الإشراف عليها متهاون غير مسؤول، كل ما كانت فيه بعض النواقص. المسألة أنه مثلا شخص يكتب لشخص بحث، هذه طبعا هذه تعتبر جريمة، هذه تعتبر جريمة. كونك مثلا تمشي تتقمص شخصية شخص آخر وتضعها في بحثك، هذه أيضا جريمة، جريمة فكرية، جريمة ثقافية، جريمة علمية. يعني البحث العلمي هو قائم على الأمانة، فبالتالي إذا فقد عنصر الأمانة سوف يفقد البحث هيبته، يفقد البحث مصداقيته. فبالتالي نحن نتمنى أنه يكون حتى عندنا هنا هذه المسألة موجودة، مسألة أنه وضع العقوبات على مثل هذه السلوكيات المشينة، وهي بالمناسبة مسألة خطيرة جدا تهدد مستقبل البلد. يعني مثلا شخص يكون حامل دكتوراه، حامل ماجستير، حامل أكثر من ذلك، ويكون يعني على مستوى متدني أو دون المستوى المأمول منه. فبالتالي هذا الشخص عندما يكون في مكان صناعة قرار سوف يكون مشكلة كبيرة. فبالتالي هذه المسؤولية تبدأ من المدارس، تبدأ من الثانويات، تبدأ من الجامعات، تبدأ من مراكز الأبحاث، وتبدأ أيضا يعني كما قال البروف قبل في مداخلته من أنه الدولة نفسها تتبنى هذا البحث العلمي باعتبار أنه مشروع. كل ما كانت المسألة متبنية، كل ما وضعت لها قوانين، كل ما وضعت لها لوائح وضوابط، كل ما كانت المسألة لديها قدر كبير جدا من العطاء، والعطاء الذي يكون عطاء مفيد وصابر وصامد أمام التغيرات التي تحدثت عنها، يستمر لفترات طويلة. لأجل ذلك كل دول العالم الآن لديها خطط مثلا ربع قرنية، نصف قرنية، في بعض الناس يتمادون حتى يضعوا خطة قرنية. هذه كلها لماذا؟ لأنهم يدركون تماما أن البحث العلمي الذي يقدم من أجل تنمية البلد هو بحث دقيق وفيه مصداقية وفيه جدية وفيه نتائج تستطيع أن تتماشى مع الفترة الزمنية التي وضعت الخطة التنموية. فبالتالي مسألة الكلام الذي ذكرتيه كلام مهم جدا وظاهرة خطيرة جدا تهدد مستقبل البلد. فبالتالي نحن كلنا مسؤولين عنها، وأنتم كإعلام أيضا يعني مسؤوليتكم في أنكم تسخروا قدراتكم أيضا لتوجيه الناس إلى الطريق الصحيح، و أيضا تنبيهم بخطورة هذه الظاهرة. الإعلام أحيانا أقرب إلى الآخرين من الكثيرين. أكيد طبعا. دكتور إسماعيل، يعني شنو رسالتك للطلاب مثلا؟ أنت محاضر جامعي، لأن الطلاب بيمشوا للمكتبة إلا في حال عنده بحث. يعني طلابنا وده كلنا بنعرفه، إذا كان عندك بحث تمشي مكتبة، إذا كان ما عندك بحث أنت والمكتبة طريقين مختلفين. فرسالتك شنو؟ طبعا الطلاب
قبل الحديث عنهم لابد ان نتحدث عن البيئه الطلابيه، المؤسسه الطلابيه. بروف جيبان تكلم كلام جميل جدا، وانه في مساعي لاضافه بعض الاشياء الجديده في البيئه الطلابيه، خاصه البيئه الجامعيه، واحنا نتمنى ان تكون هذه البيئه فيها مكتبات مستقطبه، مكتبات نظيفه مكيفه واسعه، يتوفر فيها عدد كبير مثلا مكتبات إلكترونية. ومسألة بسيطة بالمناسبة، يعني أحيانا الناس يتخوفون من الأسماء الكبيرة، وهي مسألة بسيطة جدا، ربما حتى تكاليفها أقل من المكتبة الورقية. فبالتالي يعني نحن نتمنى أن يوفر للطالب هذه الأشياء. أضف إلى ذلك أن يوعى هذا الطالب بأهمية القراءة والاطلاع. يعني أنت ما ممكن في مثل ألمانيا يقول تصنع تمثالا من جريد ثم ترجو ألا يذوب. من الصعب جدا أنك تتماشى مع الأمور بصورة فيها نوع من التقصير. فبالتالي كل ما كان هذا الطالب البيئة موفرة له، كل ما هو كان مستقطب تجاهها. ثم بعد ذلك تأتي وتفرض القراءة. أنا في كل دول العالم تقريبا، أنا أتيحت لي الفرصة أن أكون في شرق أفريقيا في فترات 2012-13 بصورة دورية. يعني أغلب المدارس هناك في حصة للقراءة، حتى لما يكون ما في مدى مكتبات، في بعض الناس يدرسون يقرؤون الكتب بصورة إجبارية تقريبا تحت الأشجار. وفي أيضا مسابقات، لخص هذا الكتاب يعطيك أعمال سنة، اقرأ هذا الكتاب يعطيك أعمال سنة، امتلك هذا الكتاب يعطيك أعمال سنة. فبالتالي مسألة تكون تحفيزية، تكون تحفيزية، والمسؤولية موجودة على عواتقنا جميعا. نحن كمعلمين في المقام الأول، المعلم الذي يقضي ساعات وساعات أمام الطالب، هذا الشخص هو الشخص الثاني بعد الأسرة في مسألة تكوين وتنشئة المجتمع في أي مكان. فبالتالي أنا أوصي المعلمين بأنهم يفتحوا آفاق الطلاب، ويفتحوا خاصة الطلاب الصغار السن أنهم يقرأوا. والقراءة لابد أن تكون يا جماعة قراءة موجهة وقراءة متدرجة، لأن المعرفة هي عملية تراكمية. كل ما كانت مسألة عشوائية ومسألة فيها قدر كبير جدا من الانفلات وعدم الضبط، سوف تؤتي نتائج غير جيدة، تعطيك شخصيات مشوهة. فبالتالي نحن كمعلمين وإداريين وإعلاميين جميعا نستطيع أن نوجه الطلاب إلى إن شاء الله هذه المسألة. والآن المسألة أصبحت أسهل في مسألة حضور الكتب الإلكترونية. شكرا جزيلا دكتور، ونتمنى أنه مدير المركز كمان ينظر إلى هذه الناحية من حيث توفير المكتبات للطلاب. جزاكم الله خير، ونشكركم. إن شاء الله يكون عندنا جلسات أخرى في حلقات أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، الله يبارك فيكم.